ጃዕፈር ኢብኑ አቢ ጣሊብ እና ባለቤቱ አስማ በሐበሻ ምድር ላይ ምንም ክፉ ነገር ሳያጋጥማቸው በሰላም ተረጋግተው ለአስር ዓመት ያህል ሐበሻ ላይ ቆዩ። وفي السنة السابعة للهجرة غادر بلاد الحبشة مع نفر من المسلمين متجهين إلى يثرب بزتنياو بسباتنياو آمت هجرة جعفر نابال بيتو كتوسنو صحابوش غار هونو يحبشا مدرن لكو ود مدينة جوزو جمرو فلما بلغوها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا لتوه من خيبر بعد ان فتحها الله له جعفر نابالبيتو مدينه عند درسوا نبياتنا عليه الصلاه والسلام يا خيبر زمچا تصادفوا خيبرن كفتوا ود مدينه سملسوا تجنانيو ففرح بلقاء جعفر فرحا شديدا نبياتنا عليه الصلاه والسلام جعفر ود مدينه بممطاته كجعفر غار بمجنانيتاچو اجيك بتام تدستو حتى قال ما ادري بايهما انا اشد فرحا ابي فتح خيبر ام بقدوم جعفر نبياتنا عليه الصلاه والسلام በጃዕፈር መምጣት ከመደሰታቸው የተነሳ ምናሉ በማንኛው ልደሰታል? ከጃዕፈር ጋር በመገናኘቴ ልደሰት ወይንስ ደግሞ ኸይበር በመከፈቱ ልደሰት? በየትኛው ልደሰታሉ? ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ولم تكن فرحة المسلمين عامة والفقراء منهم خاصة بعودة جعفر بأقل من فرحة الرسول صلوات الله وسلامه عليه نبياتشن يتدستو تنياهل ليلوچو مسلموچو باتك علي بتليم دقمو دهاوچو بتقام تدستو بجعفر ممالس لمندن لمن ببال فلقد كان جعفر شديد الحدب على الضعفاء جعفر ابن أبي طالب ለደካሞች ለተቸገሩ ሰዎች ለደሃዎች በጣም አዛኝ ነበር كثير البر بهم حتى انه كان يلقب باب المساكين جعفر ለደሃዎች ከማዘኑ የተነሳ ለደካሞች ከመርዳቱ የተነሳ ምን በማለት ይጠሩት ነበር ابو المساكين የሚስኪኖች አባት በማለት ይጠሩት ነበር። ስለዚህ ሙስሊሞች በአጠቃላይ በጃዕፈር መመለስ በጃዕፈር መምጣት ሲደሰቱ በተለይም ደግሞ ደሃዎቹ ይበልጥ በጣም ተደሰቱ። اخبر عنه ابو هريره فقال كان خير الناس لنا معشر المساكين جعفر ابن ابي طالب ይህንን በተመለከተ ابو هريره رضي الله عنه ሲናገሩ ስለ ጃዕፈር ምን ይላሉ? ጃዕፈር ለኛ ለሚስኪኖች መልካም ሰው ነበር ይላሉ። فقد كان يمضي بنا الى بيته فيطعمنا ما يكون عنده ولجزم ቤቱ ይዞን ይሄደ ያበላን ነበር حتى اذا نفد طعامه اخرج لنا العكه التي يوضع فيها السمن حتى ابيتو انكو امغب بياطا من يسطن نبر يلالو عكا يسطن نبر يعني قبي يمياسقمطوبت يقبي ماسقمچا اقاچون يانن اوطتو يسطونال وليس فيها شيء بادو هونو سو فنشقها ونلعق ما علق بداخلها انيام يانن يقبي قل እንቀደውና እጃችንን ጣታችንን ያስገባን ያንን ቅቤ እየላስን እንበላ ነበር። ይሄን ያህል ለሚስኪኖች ለደሃዎች የሚያዝን ነበር ጃዕፈር ኢብኑ አቢ ጣሊብ ኢላሉ አቡ ሁረይራ
رضي الله عنهما. لم يطل مكث جعفر ابن أبي طالب في المدينة. جعفر ابن أبي طالب مدينة لا بزوج زم القيم. ففي أوائل السنة الثامنة للهجرة بس من تنيا وآمة هجرة مجمر علي جهز الرسول صلوات الله وسلامه عليه جيشا لمنازلة الروم في بلاد الشام. نبياتشن زمشا والتادر الزقاجو بلاد الشام الشام هاجر روماويانوشن لمواقات سراوي تزقاجو. وأمر على الجيش زيد بن حارثة لسراويتو دقمو عليك عزاج أدرقو زيد ابن حارثان شوموت. زيد ابن حارثان كشومو بهالا منالو وقال إن قتل زيد أو أصيب فالأمير جعفر بن أبي طالب. زمتشاو لي زيد كتقدل وينم دمو كقسل مرنة جعفر يازال نبياتنا عليه الصلاة والسلام. فإن قتل جعفر أو أصيب فالأمير عبد الله بن رواحة. اندزهم دقمو جعفر كتقدل وينم دقمو كقسل أميرنة عبد الله بن رواحة ياز. فإن قتل عبد الله بن رواحة أو أصيب عبد الله بن رواحة كتقدل وينم دقمو كقسل فليختر المسلمون لأنفسهم أميرا منهم. مسلموت يهوننا لإمنيلوتن كما كاكلاتشو أمير راساتشو يمرتو والو نبياتنا عليه الصلاة والسلام. إهين ممر أسدتنا سراويتو ودشام اندي قوازت إذا أسدتو. فلما وصل المسلمون إلى مؤته مسلموت مؤتا يمبالو بوتا لايس درسو وهي قرية واقعة على مشارف الشام في الأردن يوردانوس وسط يمتقين عند مندرنات الزابوتا لايس درسو وجدوا أن الروم قد أعدوا لهم 100,000 روماويانوت يازقاجوت سراويت عند شي سراويت عزقاج تواقنيو تظاهرهم 100,000 أخرى من نصارى العرب من قبائل لخم وجذام وقضاعة وغيرها. ليلا دقمو روماويان وچن يميردونا يميعقزو عندش سراويت ليلا سراويت دقمو تزقاشتوال كيت من نصارى العرب يا عرب نصارى وچ كتلايو قوسا يتوتاتو لخم كمي بالو جذام قضاعنا ليلو تشم قصاوش النسو لمرداتنا مسلمو تشم لمواقات النسو من دزيهو متو سراويت متو شي سراويت عزقاج توال. أما جيش المسلمين يا مسلمو سراويت قطرو سنتنبر فكان 3,000 صوست شي سراويت بتشانبر النسو هلات متو شي سراويت زوال يا مسلمو سراويت دقمو صوست شي سراويت بتشانبر. وما إن التقى الجمعان ودارت راح المعركة حتى خر زيد ابن حارثة صريعا مقبلا غير مدبر. وداو طورنتو تجمر يطور مريو زيد ابن حارثة وده على سياف قفق وده فيت يمر يال ألات السن متاونا بت ألات الجموتة. زيد ابن حارثة تجدل رضي الله عنه وأرضاه. فما أسرع عوثب جعفر بن أبي طالب على ظهر فرس كانت له شقراء. جعفر ابن أبي طالب يزيد مودك سي شقراء يمتبال فرس نبرتشونا كالصالة يزل ورد. ثم عقرها بسيفه كذابها لا بسيف وقات بسيف متات حتى لا ينتفع بها الأعداء من بعده. لمن دنو كالساتشو بها لا ألات دايت أكمبات
እሷን ገደሏትና ከፈረሳቸው ዘለው ከወረዱ በኋላ ወሐመለ ራየተ የሙስሊሞቹን የጦሩን ባንዲራ ጀዕፈር ኢብኑ አቢ ጣሊብ በእጃቸው ያዙ ወአውገለ ፊ ሱፉፊ ሩም በሩም ሰራዊት መካከል በሰይፋቸው